لقد توهم أنه يوشك أن تضرب عنقه، فسارع إلى النهوض من مكانه وأقر بجرمه معترفا بأنه السارق. صرخ قائلا: لا تضربوا عنقي، لقد اقترفت جرما، سرقت ذهب القصر، سوف أعترف بذنبي. وهذه الحيلة من يوزرسيف أذهلت جميع الحاضرين. لم يخطر على بال أحد أن طفلا مثله سيكون فطنا إلى هذا الحد. سأجدد شكري للحاكم على هذه الهدية النفيسة التي حباني بها. يوزرسيف يجيد الكتابة أيضا. بدءا من اليوم لن يأكل أحد أكثر من حاجته. يوزرسيف تكفل بأن يدون حصص الأقسام والمقيمين فيها على جدول مخصوص. ما أسعد السادة بعبيد يحسنون الكتابة والقراءة. أي الأماكن اخترت ليكون موضع إقامة يوزرسيف؟ لم نقرر ذلك بعد. هذا واضح، في منامة العبيد لا حاجة إلى قرار. لا لا، ليس وسط العبيد، يجب أن يبقى هنا داخل القصر في الحجرة التي أريته إياها. قل لي يوزرسيف، هل أعجبتك تلك الحجرة؟ أشكرك جدا. إذا سمحت سيدة القصر، أود أن يكون مبيتي على مقربة من العمال والعبيد. أنا من يقرر أين ومع من يكون مقامك ومبيتك، هل فهمت ذلك؟ يحظر تواجد عبد من العبيد داخل القصر، وهذا الأمر سيدتي سيثير حسد سائر العبيد. عندما أبدي أنا ورب هذا القصر الحاكم بوتيفار مودة تجاهه، لا يحق للآخرين أن يبدوا رأيهم. يوزرسيف بني، أنا لم أرزق بولد، فاعتبرني بمثابة أبيك، وإذا ما واجهت مشكلة فلا تتوانى عن المجيء إلي. شكرا لك. المسكين أبي، أسأل الله أن يلهمه الصبر.